تحلم معايا أحلام معايا تسمع حكاية اسمع غناء وارقص كمان تعزف كمان عزف عشانك اضحك عشان يضحك زمانك أنا لو مكانك هحلم كمان أحلم لحد الحلم بعيد أحلم نستهين بالخوف ونحلم كنا ننسج حلمنا حبات أمل لما كنا كل ليلة نجري ويا الذكريات نحكي نحكي حكايات. أهلا بيكم معنا في مهرجان إبداع في نسخته 12 واللي بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف ودعم كامل من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. في البداية طبعاً بنحب نرحب بأعضاء لجنة التحكيم اللي منورنا النهاردة، المخرج الكبير الأستاذ عصام السيد، الفنان القدير سامح الصريتي، إيزيس المسرح المصري الفنانة القديرة سهير المرشدي، الفنان القدير أيمن الشيوي. أهلا بكم مرة تانية، ويلا بينا نبدأ التنافس في مجال جديد من مجالات مهرجان إبداع في نسخته الـ 12 وهو مجال العروض المسرحية. مجال العروض المسرحية بيتنافس فيه أكتر من 40 جامعة ومعهد وأكاديمية حكومية وأهلية وخاصة، بيتنافسوا بمجموع عروض 50 عرض مسرحي واللي تم تصفيتهم لـ 16 عرض مسرحي بيتنافسوا على جايزة قيمتها 716 ألف جنيه. مجال العروض المسرحية بيقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين. يلا بينا نبدأ التنافس النهاردة في مجال العروض المسرحية، بس الأول حابين ننوه إن جايزتنا النهاردة باسم العمدة، عمدة الدراما المصرية والعربية اللي أدواره محفورة في أذهان وقلوب كل اللي بيحبوه، العمدة الفنان القدير صلاح السعدني. البداية النهاردة في مجال العروض المسرحية هتكون مع العرض المسرحي الجريمة والعقاب والمقدم من جامعة القاهرة كلية طب الأسنان. العرض هيكون إعداد محمود الحسيني وإخراج زياد محمد. بنتمنى للجميع أكيد مشاهدة ممتعة، وما ننساش أبدا شعار إبداع مع إبداع حقق حلمك. قفل بابك يا رودي، قفل بابك يا ولدي. مات رودي، مات وتركني هنا وحدي. قفل بابك يا رودي. وها أنت ذاهب إلى باب جديد، فصل جديد صفحاته ناصعة تنتظرك أن تملاها يا أعز من عرفت. قفل بابك يا ولدي، قفل بابك يا ولدي، قفل بابك. كفاك يا ولدي، كفاك يا أمي كفاك. كان فقط يريد أن تصبح حياته مطمئنة، لا يتخللها أي شكوك أو مرض. اهدئي حسن. كيف أهدأ؟
كيف أبى، كيف أبى وقد رأيتني غارقا في دمائي. دم رضي طاهر وبريء من ذلك العالم. صدقيني يا سيدتي، فصل جديد صفحاته ناصعة. لابد أنه سعيد الآن يا سيدتي. وكيف يكون الإنسان سعيدا وهو ميت؟ بل قتل. أرجوك يا سيدي تحرك في قتله. أرجوك يا سيدي. لا يا سيدتي، إنها بالفعل قد أخبرتني بها. وهل تصدق حقا مؤمسا كهذه تتنقل بين أحضان من يمتلكون الرمي؟ لا 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 يا سيدتي، إنها على حق، فابنك لم يقتل بل انتحر. أمسك بمسدس ووضعه في فمه بكامل إرادته، ثم أطلق رصاصته الأخيرة. وهذا ليس كلامها فحسب، بل أكد ثلاثة شهود غيرها على هذا. لا تصدق الشهود، صدقني. ابني لم يجرؤ على إيذاء أي شخص. كيف سيقتل نفسه؟ لا أصدق هذه الأكاذيب. أنا مقدر لما تعانيه تماما يا سيدتي، ولكن أرجوك بدلا من حديثك عن موته فلتدعو له الرب بأن يرحمه ويغفر له. ادعو له بالعفو والغفران، فابنك لم يكن على وفاق مع الرب، لقد كان صدره مليئا بالشكوك وعدم الإيمان. سيدي، نحن نعرف أخي جيدا، لما أنت فتحتاج أن تعرفه حقا. أخي كان يخشى رهبة الدم، كانت أمي تخفي ذبحها عنه ورعد الصغار حتى لا يصاب بالزهر. كيف له أن يأتي بقرار كهذا؟ وأنا أشك في معرفتك الجيدة تلك بأخيك، فكيف لمسكين وضعيف يشتري مسدسا من خارج عن القانون؟ أولئك الذين كثروا في بيترسبيرغ فأصبحوا كالبقالين وعمال البناء نهايته. عندما أمسك أخيك المسدس لم يتردد للحظة بإطلاق الرصاص في أعماق دماغي. صدقني، لم يفعل. صدقني. أعتذر، أعتذر، أعتذر حقا، ولكن أخوك لم يكن ذلك الجبان. لقد تحدثت معه أكثر من مرة. أعذرهم يا سيدي، فقط يأمرهم الأسى والحزن على فراقي. أعلم ذلك جيدا سيدتي. أرجو ألا تتعرضي لسونيا بأي أذى، فأنا رجل القانون في بيترسبيرغ وهي واحدة من تلك المدينة. سيدتي، أنت تفهمين ما أعني أليس كذلك؟ ادعو لها يا سيدتي، أنا ذاهب فلدي ميعاد، وأن احتاج أي شخص منكم أي شيء فأنتم تعرفون مكتبي. سمحك الله يا راسكولينيكوف. سيدي، طلب مني راسكولينيكوف أن أقرأ لكم خطابه قبل موته بدقيقة واحدة. قال بأنك لابد أن تحضر جنازته وأن تظل موجوداً حتى نهاية خطابك. أنا على عجلة من أمري، كما أنني لا أحب خطابات الوداع. أنتم عائلة، أما أنا فغريب. سيدي، لقد بدأ خطابه بجملة: لقد وجدت ملجائي يا سيد بورفيري. وجدته دون عناء في ساعة فضية ذات حزام جلدي. تلك الساعة، ولكن كيف؟ نحن نفكر دائماً في الأبدية كفكرة لا يمكن استيعابها، كشيء هائل. ولكن ماذا لو لم تكن كذلك؟ ماذا لو أنك فقط تستيقظ في غرفة صغيرة مظلمة، عناكب في كل زاوية كأنه تابوت، مجرد تابوت ولا شيء أكثر، صندوق خشبي مظلم. أنا رودين رومانوفيتش راسكولينيكوف، طالب فشل في إتمام أحب شيء لقلبه، دراسة الحقوق. كنت دائماً أستيقظ باكراً من برودة شهر كانون الثاني، أرتدي ثيابي الغير متنوعة مع سيجارة صباحية قبل أي طعام يدخل فمي، حتى أسير في طرق بيترسبيرغ الكئيبة دون زحام. أسير بجوار النهر وأدخل صدري هواء حاول أن يكون نقياً. أكمل به يومي المعتاد، وعندما أعود لغرفتي تفترسني تلك العجوزة إليونا كعادتها. راسكولينيكوف، لا أستطيع تحملك أكثر من ثلاثة أشهر في بيتي دون أجر. تأذين لي ب24 روبل مقابل البيت و13 روبل مقابل قسط الرهن. هي لم تكن فقط صاحبة البيت، بل أيضا أشهر مرابية في المدينة، لذا أنا غارق معها. ثم أتعثر في صديقي ديمتري في غرفتي أو غرفته أو ربما في الجامعة. التحقنا سويا بكلية الحقوق، تخرج هو منذ عامين وأنا ما زلت في العام الثاني.
ما أن يراني حتى يثقل علي بكلمات كالعمل والمستقبل والسعي، كلمات لا أطيقها. انظر، لقد وجدت لك فرصة عمل رائعة، مترجم في مكتب تجاري، ولا يشترطون في العمل أي شيء. لا تقلق علي ديمتري، أنا لن أعمل إلا بالمحاماة. ثم يأتي جواب أمي الإسبوعي، رسالة رائحتها مليئة بالحزن، الشكوى والفقر. الحزن؟ فقلما وجدت أمي سعيدة. أما الشكوى، لأن أمي تشكو من كل شيء، من الظروف ومن القرية، أحيانا تشكو مني أنا. أما الفقر، فإننا فقراء. عزيزي لوك، أتعذر لك يا سيدي، أنا آسفة يا بني، أرسلت لك 3 روبلات فقط هذا الأسبوع. نحن في ضائق، سامحني، ولكن لدي أخبار سارة. أختك هيلينا تمت خطبتها لمحام كبير. ألم أقل لك الله يحبنا؟ ما إن يا أخي لا تقلق، إنه رجل جذاب مما يكفي. صحيح أنه يكبرني 20 عاما وأنه متعجرف بعض الشيء وقاس قليلا، إلا أنه أحب أختك هيلينا. وهل تحبيني أنت؟ أختك تحبك أنت، تحبك حتى أكثر من نفسها. من المؤلم أن تحب إلى هذا الحد، أن تكون فينا الاشمئزاز، أن تكون من وجهة نظر المجتمع لا شيء. لذا أختك مستعدة أن تتعهر في زواج من رجل يكبرها 20 عاما. من أجل ماذا؟ من أجل المال. بودي نسيت أن أخبركم، رغم هذا اليوم الكئيب وتسلسله الموحش، يوجد لزفيتا ملاك في بيت العجوز، فهي شقيقة أليون المرابية. لزفيتا! تبو ودي، قل ما اليوم؟ أنا لم أكل أي شيء. ليزا، ليزا، أبد ودي أطعم. هذا لي أنا، أنت فتاة جميلة ورائعة. أتعلم؟ قصدك طعم اليونا؟ صرخت هذا الطعم من اليونا. أتعلم؟ دي لكتبه ليزا بودي. هدية لي أنا، أين هي؟ أين هي؟ حسن، أسرعي. نجيب دك ما الثمن بودي؟ ما الإنديل؟ نعم، لم يكن هناك إنديل في مكتبتي. أنت فتاة قوية ملاحظة. لا، فأنا أفضل أن أعلقه في البيت على أن أرتديه. شكرا لك يا ليزافيتا. ليزا ودي أصدقاء. نعم، نحن أصدقاء. هي تحبني، ربما لأنني الوحيد في هذا العالم الذي حاولت أن أفهمها أتحدث إليها. هي معتادة على عنف ووقاحة أختها الكبيرة. لزفيتا! خذي هذا الطعام، أسرعي. أين تلك الغبية لزفيتا؟ يا لزفيتا، ألم تحضر الطعام بعد أيتها الكسولة؟ الطعام، أين الطعام؟ أين الطعام؟ أسرع له في أخذك أيتها المعتوهة. سيدتي، إنه أنا راسكولينيكوف. ماذا تريد؟ أتيت للره. حسن، أدخل. وماذا أحضرت لي هذه المرة؟ هذه الساعة يا سيدتي كانت لأبي، واعتدت أنا على أسرع. أين قسط القلم الفضي؟ رهنته في الثاني من كانون الأول، واليوم هو الرابع من كانون الثاني. أمهلتك يومين إضافيين. سأدفع لك فائدة شهر إضافي الآن. يوم أو اثنان فقط، بعض الصبر يا سيدتي. كوني صبورة أم لا، هذا أمر يخصني أيها الطال. أعطيتك شهرا والشهر قد انتهى، القلم ملكي الآن. إذا حسنا، كم مقابل الساعة؟ دائما تأتيني بتلك الخردة عظيمة القيمة، وأنا طيبة القلب ساذجة، أدفع الكثير. لا يا سيدتي، إنها ساعة ثمينة، أخذ مثلا 20 روبلا. 8 روبلات ونصف.
إنها ساعة أبي تساوي على الأقل 20. أبوك، حسناً، خذها إذن لتذكرك به وبنصائحه لك. لقد مات منذ وقت طويل. حسناً، سأخذ 8 روبلات ونصف. أحسنت. إذن بعد خصم الفائدة تريد 6 روبلات ونصف. أخذ أنا منهم 5 روبلات مقابل البيت، يتبقى 30 روبل. ها هم. حقاً؟ هتريد شيئاً آخر؟ نعم يا سيدتي، سأجلب لك علبة سجائر فضية. هي ليست معي، أعرتها لأحد الأصدقاء. أعرت علبة سجائر لأحد أصدقائك؟ نعم يا سيدتي، كانت غلطة. أي غلطة؟ عندما تخطر لك فكرة الجريمة للوهلة الأولى يكون هناك تردد، هناك دائماً ذلك الصوت يقول: أنتم تقولون نريد أن نخرق القانون، نريد أن نخرق كل شيء، ولكن الجريمة أنتم عاديون جداً لتفعلوها. من المؤكد أنك تخافين كونك بمفردك مع كل هذه المقتنيات الثمينة، وليزافيتا هي من في المنزل. أنا حذرة جداً مع من أدعى داخل منزلي، ثم أن أختي هنا معظم الوقت. هي ليست ذكية جداً ولكنها قوية كالثور. أتعلم؟ في مرة كنا في المزرعة وأمسكت بالفاس وقطعت شجرة، ثم ذهبت إلى الشجرة التي تليها دون أن تحتاج إلى راحة. سأعود قريباً يا سيدتي، قريباً جداً. تركت منزل العجوز وفي قلبي شك طوال حياتي، وأنا أشك في كل ما هو حولي. أما الآن فالشعور مريب مضطرب. أنا لأول مرة على الإطلاق أشك في نفسي. هل من الممكن أن تخونك نفسك؟ هل من الممكن أن أفعلها؟ هل أصرف جزءا من هذا المال؟ هل انفعل؟ سيتأثر قطار سير العجوز؟ هل ستموت من الفقر مثلا؟ ولكن أمي ستموت من الفقر، وأختي ستدفن في أحضان الروبلات الناتنة، وأنا مصيري متهالك. ربما يجدوني أهذي كما أفعل أنا الآن، ولكن بجيوب خالية من النقود مليئة بالروة والفضلات. يسألوني مرارا وتكرارا من تكون، فأجيب: أنا رودين راسكولينيكوف، رجل ذو كرامة، ولكن بدون روبلات. قررت وقتها أن أوقف هذياني هذا بمقابلة مرميلادوف. عجوز اكتصرت صداقتنا حدودها باب الحانة. نحن أصدقاء تجمعنا الفودكا الرخيصة والجعة الرديئة. جارب شفافة من الحرير مقابل نصف زجاجة من الفودكا. يا لها من صفقة. سيد مرميلادوف، راسكو، هل أبدو متسولا يا عزيزي؟ لقد قيدت لتوي جوارب ابنتي مقابل الفودكا، فيجن جنونها عندما أتعلم في العام الماضي اضطررت لأن أبيت خارج البيت لخمس ليالي عندما أخذت ميداليتها. واليوم الجوارب، ميدالية فضية حصلت عليها قبل 10 أعوام في تخرجها. انتظر، انظر، هذه صورة ابنتي، درست في مدرسة راقية كأبناء النبلاء، وفي تخرجها كما قلت أدت رقصة الشريط وحصلت على الميدالية. لازلت أذكر فرحتها في ذلك اليوم وأنا قايدت الميدالية للمرابعة العجوز. ليس هذا فقط، بل تعطيني مالا لأشتري به دوائي وأنا أشرب به الفودكا. قالت عساتك يا صغيرتي، لديها قلب صاف كبير. حقا؟ ماذا سيحدث؟ سأموت؟ أنا لا أخشى الموت. يا لتعستك. تعلم يا راسكو، أنت الوحيد في هذه الحانة القذرة من يتحدث معي. الجميع يخشى العدوى. يا لتعستي، أنا أيضا استقبلت اليوم قرار فصلي من الجامعة لأنني لم أدفع المصاريف، بل ورهنت ساعة أبي آخر ما تبقى لدي، وأنا هنا بجوارك لا أحقق أي إنجاز في أي شيء.
إذا أنت تعيس. نعم. وسونيا، دنيا سونيا ابنتي أخبرتك عنها. أجل. هل أخبرتك ماذا تعمل؟ هي تعمل في أحد المصالح. لا لا لا. لقد كذبت عليك. أو ربما كنت في وعي. أما الآن فأنا مخمور. مخمور يقول كل ما في صدري. دنيا ابنتي عاهرة. ابنتي تعمل مميسا في شوارع بيترسبيرغ. سببي أنا. يوم تشاجرت معي كالعادة عندما عدت مخمورا، قلت لها في لحظة غضب: لقد أصبحت كبيرة الآن بما يكفي، لماذا لا تعملين وتكسبي بعض المال؟ مرغت. مرغت سونيا في السادسة وعادت في التاسعة. دخلت متجهة إلي، وضعت أمامي 30 روبلا على الطاولة، ثم استلقت على السرير ووجهها للحائط وبكت. بقيت صامتا، لم أفعل شيئا، لم أسألها من أين جئت بهذا المال. لكن كلانا كان يعلم أنني أعرف الإجابة جيدا. إذا قابلت سونيا ابنتك سأنحني لها احتراما لتعستها. أنا أيضا لدي أخ ستتعهر، ولكن في الزواج من رجل يكبرها ب20 عاما. من أجل ماذا؟ من أجل المال. أختي كانت تحب بيفيل، ولكنه لم يختلف عنا الكثير، فابتعدا عن بعضهم البعض. أما عن زواجها بذلك الرجل الثري، فأنا لن أسمح أبدا بذلك. لما يكون معطف المرء مليئا بالثقوب، أختها يسمح بحدوث كل شيء. قل لي يا سيد مرملد، لو كنت تمتلك أنت الأموال، هل ستعمل ابنتك؟ لا طبعا. وأختي أيضا لو كانت تمتلك الأموال لما تزوجت من ذلك الرجل، وأمي ستكون سعيدة، وابنتك وأنا. أنت مخمور يا راسك. فقط لما لا يتم توزيع الأقدار ولكن بشكل متساوي؟ هذا كلام أكبر من أن يستوعبه عقلي. فلان يمتلك 150,000 روبل، وفلان يمتلك 130 كوبيك. هذا عدل؟ هل تراني أرتدي رداء أسودا وأحمل صليبا وأخطب في الناس؟ أو هل تراني عمدة بيترسبيرغ لأجيب لك سؤالا؟ أنت لا تحتاج أن تكون عمدة أو قصة حتى تجيب. بالطبع ليس عدل. لم يخلق الله العدل، غفل العدل. توقف. غفل أن تكون كل أجيوبنا متساوية. توقف يا رب. فليصح إذن غفلته تلك. يأتي معي إلى فلان وأعيد توزيع تلك الأقدار بيدي. بيديك. أجل، أذهب إلى فلان وأقتطف من خزاناته فقط ما يزيد عن احتياجاته. بهذه البساطة، وهو سيتركك تفعل ما تشاء. ليس بهذه البساطة بل بالقوة وإن لزم الأمر. أنت مخمور يا راسكو، من أنت لتفعل كل هذا؟ أنا فقط رجل رسب في دراسة القانون، لكنه لم ينسى أبدا موازين العدالة كما فعل هو. اشتري دواءك يا مرملادوف، بهذه الطريقة ستموت، حتما ستموت. أرجوك. كذا وبتلك الأسئلة كنت أعذب نفسي. إن الوجود وحده لم يكن كافيا بالنسبة لي، أريد دائما المزيد. على أن هذه الأسئلة لم يكن فيها شيء جديد، بل هي قديمة جدا، تنمو وتتراكم منذ زمن بعيد، ولكنها نضجت في الآونة الأخيرة، تركزت وتكثفت، فإذا هي تتخذ صورة سؤال رهيب يطلب جوابا لا سبيل لتحاشيه. أيسمح لي بما هو أكثر من الآخرين أن أضرب يمينا ويسارا وأحطم تلك القوانين البالية وأضع قوانين جديدة؟ ظل صوت تلك الفكرة يعلو بداخلي: اذهب إلى فلان. اذهب إلى فلان. اذهب إلى العجوز.
راسكم راسكم. ناني ناني متعب. هل أتت لزفيتها؟ ناني متعب. لقد أصبت بالحمى. قدك في السرير أكثر من يوم ونصف. يوم ونصف؟ أجل، وأنا كنت هنا بجوارك أعتني بك. ناني ناني حقا متعب. أشعر أنني أتدور جوعا. هل أتت لزفيتا بأي طعام؟ لزفيتا؟ أجل، لا لم تحضر شيء. ارتح أنت قليلا وسأحضر لك بعض الطعام. ماذا هناك يا ديمتري؟ ماذا هناك؟ ما الذي حدث؟ لقد قتلت السيدة إليونا. حدث ذلك أول أمس. قتلتها لزفيتا. لزفيتا؟ كيف؟ كيف لزفيتا؟ اهدى. سمع الجيران صوت صياح لزفيتا كالعادة. اجتمعوا وذهبوا إلى البيت فوجدوا لزفيتا مغطاة بدم العجوز. أعتذر، ارتح وسأحضر لك بعض الطعام. لقد جاءك أمر استدعاء من الشرطة. أنا؟ هل أنا متهم بشيء؟ اهدأ، إنه أمر روتيني. لقد تم استدعاء جميع الجيران وأنا منهم. يقول الاستدعاء أن تحضر في الصباح باكرا، لا تنسى. لزفيتا؟ سينفجر عقلي بالتأكيد. هل سهرتي مع مرميلادوف جلسة خيالية من نسج عقلي الباطن؟ كابوس، بالطبع كان كابوسا، ولكن كيف كابوس ينسج لي بأن أسرق العجوز وأستيقظ على خبر مصرعها؟ سينفجر رأسي. لم تكن سوى مناقشة حمقاء مع هذا السكير. كيف تصير حقيقة قد حدثت بالفعل؟ كما أنني قلت السرقة، السرقة فقط وليس القتل. كانت فكرة، مجرد فكرة. فأنا قلت السرقة وليس القتل. لا 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 لا، لن تخونني نفسي أبدا. لن تخونني نفسي، لن تخونني نفسي. قلت السرقة، سرقة فقط، لكن القتل. أنا لست قاتلا. لزفيتا من فعلت، لكن أنا. روديون راسكولينيكوف يا سيدي، أنت متأخر 3 ساعات. أنا مصاب بالحمى، الكادي أستطيع الوقوف. أنت جار السيدة إليونا القتيلة؟ أجل. ومنذ متى وأنت جارها؟ 3 أعوام. وأين كنت قبل 3 أعوام؟ فمكتوب هنا أنك التحقت بكلية الحقوق منذ 8 أعوام. كنت أتنقل من مسكن إلى آخر يا سيدي. وهل تعمل؟ لا بل لا. لماذا أنا هنا؟ أنت هنا لأجل المال والمرهونات، واسمك مدرج بقائمة العجوز. أجل، اعتدت على أن أرهن بعض الأشياء لدى العجوز قبل فائدة تفرضها هي. وما الذي رهنته بالضبط؟ ساعة أبي وقلادة مطلية بالذهب وقلم فضي. حسنا، سأقول لك سرا، ولكن ليكن ذلك بيني وبينك. أنا لا أصدق أن لزفيتا هي من قتلت تلك العجوز، وأنت هنا لمراجعة المرهونات الخاصة بك حتى نحصر المسروقات المفقودة لدى العجوز. مسروقات؟ كيف يكون هناك مسروقات والقتل لزفيتا؟ سيدي، لزفيتا لا تعرف قيمة الأموال أبداً. حقاً لا أعرف. سمع الجيران صوت صياحهم المعتاد، ولكن في هذه الليلة احتد صوت لزفيتا أكثر من المعتاد. وعندما دخل الجيران الشقة وجدوا العجوزة مقتولة بفأس في رقبتها، ولزفيتا كانت ممسكة بهذا الفأس وفي حالة صدمة شديدة.
أنا لا أعرف ما الذي يدفع ليزافيتا لفعل بل ووجدوا أيضا كدمة قوية خلف رأس ليزافيتا. لابد أن اليونا هي من ده. ولذلك قتلت العجوز. ربما. على العموم القضية محكمة على أي حال، أدلة وشهود وضحية ودافع، جريمة ينقصها العقاب. جريمة ينقصها العقاب؟ أجل. ربما يحكم القاضي بإعدامها، أو ربما نظرا لهشاشة عقلها يكتفي بنفيها لسيبيريا وسط الصقيع والثلوج في السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. مسكينة لزفيتا. مسكينة بحق، أنت تعرفها جيدا أليس كذلك؟ أجل، هي جارتي كبقية الجيران. وأقر جميع الجيران بأنها كانت تجلب لك الطعام خفية من أختها، وتصلح لك ملابسك وتنظف لك غرفتك. أعني أنتم أصدقاء مقربون. كلا يا سيدي، لسنا كذلك. هل أقمت معها علاقة حميمية؟ فأنت تعلم أننا نحن الرجال أحيانا لا نفرق كثيرا عندما... أنا لم أفعل ذلك، أنا لست وضيعا. سيد روديون، لما كل هذا الانفعال؟ هل أنا متهم بشيء؟ متهم؟ لا، أنت لست متهما بأي شيء. إذا يمكنني أن أرى الحل. في الواقع لا يوجد سبب لاحتجازك. أدعى بورفيري، بورفيري بيتروفيتش، رجل القانون في بيترسبيرغ. يا إلهي، أنت بالفعل مصاب بالحمى. أنا أستدعيك هنا غدا وبشكل رسمي حتى تقابل إليزافيتا. فربما عندما ترى صديقا قديما لها تتحدث معه. ربما. حسنا يا سيدي، سآتي غدا. أنتظرك. استدعيته وقتها لأنني شككت بأمره، كما أنني أردت أن أعرف الدافع وراء إليزافيتا. فكيف؟ كيف لفتاة مسالمة مثلها تثور على أختها بالقتل؟ طفح كيلها فثارت عليها. إنه مجرد رد فعل يا سيدي. بالطبع. سيدتي، هل لي أن أسألكم كيف أتيتم إلى هنا؟ لقد أخبرني راسكو بأن بلدتكم تبعد مسافة 3 أيام عن بيترسبيرغ. أنا في بيترسبيرغ منذ أول البارحة صباحا سيدي، قبل موت أخي. وهل كنتم تزوروه فقط؟ لا، لم نأتي من أجله، أتينا من أجل بيتر لوجن. رجل الذي كان سينقذنا من هذا الوحل الذي نطبعه. حقا يا أمي، كنت سعيشة تحت رحمة رجل مخبول لولا أخي. أمي، لولا رودي لكنت في سرير هذا المتعجرف النتن. سامحك الله يا رودي، أنت من جعلتها تتمرد هكذا. ما الذي فعله بالضبط؟ وصلنا أول البارحة إلى بيت أخي، كنا فقط نريد أن نرتب مقابلة بينه وبين لوجن. إنه عقد غال جدا، أحضرته خصيصا من أجل عزيزتي، وأنا واثق من أنك لم ترتدي عقدا كهذا طيلة حياتك. عيناي لم ترى شيئا في هذا الجمال، إنه رائع حقا. يجب أن تأتي يا سيدة بولخيريا لتري بيتنا الجديد. لقد جهزت لك غرفة خاصة، سرير كبير. لا يسعني التعبير عن سعادتي سيد لوجن، أشكرك. لتتركي إذن هذه البلدة روتنبرغ وتأتي لتشاركيني أنا وحياتي حياتك. هذا شرف كبير لي. أمي، أنتم هنا، متى وصلتم؟ أتى القطار باكراً، فجينا مباشرةً إلى هنا. إنني مصاب بالحمى يا أمي. تبدو شاحباً يا بني. لا، أنا بخير. لقد اشتقت إليك كثيراً. وأنا أيضاً اشتقت لك. من هذا؟ اشتقت إليك كثيراً. من هذا؟ سيد بيتر لوجن، خطيبي. إنه محامي كبير، جاء إلى بيترسبيرغ ليفتح مكتبه الخاص. أنك ستعمل لديه بعد أن تنتهي من دراستك. أنت جئتي لهنا بدون رأيي. رودي، كان علي أن أخذ قراري بنفسي هذه المرة. وأنا أمنعك من أن تتزوجي. لن أسمح لك بأن تضحي بحياتك من أجلي. فأنت فتاة عادية لها أحلام ومستقبل، توقف فقط عن كونك نبيلة جدا هكذا. أنا لا أضحي بحياتي من أجلك. أنا سأتزوجه لأنني فقيرة. رودي، نحن لا نملك شيء، لدى رجل كلوجن يكون هو الفارس ذو الحصان الأبيض. هذا؟ ما كل هذه الكتب يا ديمتري؟ يبدو أنك مثقف جدا. لا يا سيدي،
إنها ليست لي بل هي لراسكو، فهو مهتم جدا بالاقتصاد والقانون. وأنا من دواعي سروري دائما مقابلة الجيل الجديد، رؤى مختلفة، أفكار تغير العالم. انظروا انظروا إلى أولئك الاقتصاديين الإنجليز الجدد، آدم سميث وغيره، لقد غيروا الفكرة الاقتصادية بالكامل بنظرياتهم الجديدة. البعض يرى فيها قسوة، ولكنني لا أحب أن أدخل تلك الأمور في العمل. وجهة نظري إن المنفعة هي الحكم، بغض النظر عن قيمة الفعل نفسه. وأنا أعتقد أنك ستوافقني الرأي يا سيد. ماذا قلت؟ سيد روديون، أنا أقول إن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة؟ حذراً يا سيد لوجن، لكن عندما تسألني عن فلسفتك ثم تبدأ في إلقاء تفاهات سمعتها مراراً وتكراراً، إنها حقاً تصيبني بالغثيان. أعرف أنك تترك انطباعاً جيداً عن عرضي مدى ثقافتك ومعرفتك، وأنا لا ألومك أبداً في هذا، ولكن أرجوك هل تقول أشياءً قد فكرت فيها بالفعل؟ أظن أن تفكيرك مشوش قليلاً يا سيدي. أخي حاول أن تكون على وفاق معه. حسناً. أنا أرجو فقط ألا يخطئ فهم أسلوبي الرصين والهادئ. لنرى إذا مدى وضوح تفكيرك ومنطقك هذا. أيمكنك معارضة كون الفقر شيء مغري؟ أنا ولدت فقيراً، ولكنني لا أحب الفقر كما يفعل البعض. لكنني لا أمانع من أن أتزوج بفتاة ذات نسب، ولا مانع أن تكون من عائلة فقيرة. كهل يريد أن يتزوج من فتاة ذات نسب ولكن من عائلة فقيرة. ماذا تفعل؟ أرجوك لا تفسد الزواج. كيف يتحدث إلي أخوك بهذه الطريقة؟ أنا أقول يا سيد رودي إن الزواج بفتاة فقيرة له بعض المزايا، فالفقر قد ينتج فتاة أفضل أخلاقا من هذا. كان الفقر ينتج أشخاصا أفضل أخلاقيا، لماذا لا تحب الفقر إذا؟ يكفي هذا. ماذا بك؟ أنا لا أفهمه. سيء إلي في الواقع. ماذا يفعل أخوك؟ ها؟ يناقش شخصيتي أنا؟ إنه أمر يترتب عليه سعادتي. أنا رجل ذو أفكار متحررة، ليبرالي، وأنتم جاءتكم الجرأة كي تناقشوا شخصيتي وتحكمون على بيتر لوجن إن كان مناسباً أم لا. لقد تركت بيتي ووضعت نفسي بين يديك. اظهر لأخي كم يمكنك أن تكون لطيفاً. يوجد حدود لكل شيء، من الخطير أن يتم تخطيها. إذا لقد تركت بيتي لأعيش مع شخص مستبد. ماذا؟ مستبد؟ قليل من الرجال يدعمون الديمقراطية كما يفعل بيتر لوجن. كنت أود أن أخلصك من هذا المستنقع القابع حولك، لكن دون جدوى. هذا هو دائما حالكم، حمقاء وفقيرة. أخرس أيها الخضر. أنا أعتذر منك سيد لوجن، إنه فقط متهور هذا اليوم، أرجوك أعذرني. حسنا سيد بيتر لوجن، نحن لا نملك شيء سوى حتى سمد تذكرة العودة بقطار الدرجة الثالثة، وليس لدينا أي شيء لنرهنه سوى هذا العود. خذه، أنا على استعداد أن أمشي 600 ميل حافية القدمين فرحة مبتهجة في طريقي إلى بيتي. أنا أفهم من هذا أنك تفسخين خطبة. أجل، إنني أتعجب منكم. أنتم تحتاجون إلي، تحتاجون إلى شخص ينتشل كرامتكم من بلدة متعفنة تسمى روتنبرغ. ومن أنت أيتها الحقيرة حتى تفتحين خطبات بسما تعرفيني على أخيك هذا الفاشل؟ لكم حقا عائلة مثيرة للإشمئزاز والصحة. ضع لساني قدر هذا داخل فمك. أنت محظوظ لأن أمي وأختي هنا، ولولا وجودهم لقلت مزقتك هربا. أخرج من هنا يا ابن العاهرة، أخرج. حسنا سأخرج.
مجدش. ولكنك ستدفع عاقبة ما فعل. اخرج. سادة الصمت بيننا جميعا وقتها. كانت عين رودي تقول الكثير، كان يعتذر، ولكن ليس ما فعله مع لوجن. فأنا أعرف أخي جيدا، لم يكن أبدا حد طبعه هكذا. رودي حقا كان يخفي شيء ويبحث عنه. هذا الجزء خاص بكم. أمي هيلينا، كنتم تقرؤون هذا الآن؟ فإنني أعتذر، لقد أفسدت كل شيء، أرجوك سامحيني. فعلت ذلك من أجلكم، أو ربما ظننت ذلك. ليتني لم آتي إلى هنا أبدا. ليتني بقيت بجوارك يا أمي، قطع الأخشاب كما كنت أفعل وأنا صغير. لا أستطيع الآن. لم أعد رودي الذي تعرفيه يا هيلنا. لا أعرف إلى أين أذهب. ألا تعرفين معنى ألا يجد الإنسان ملجأ يذهب إليه؟ كانت عيناه تخفي شيئا. أقسم أنني أعرفه جيدا. إنه رودي، كل شيء بالنسبة لي. فتحت عيني وأنا أراه يعتني بي وأنا طفلة بعد أن مات أبي. أنا لم أرى أبي، لا أتذكره، ولكنني أرى ملامحه في رودي، وهو يحملني على كتفه ويجرف الحقول. طفل لا يتعدى الثانية عشر من عمره، يحمل أختي الصغيرة بعيدا عن ظلامي ذلك العالم، يحميها ويقف بجوارها. لم أشعر بأنني يتيمة اليوم، بل أنا يا أمي، فلقد مات رودي ليجعلني أواجه ذلك العالم بدونه. تركنا أبي يا أمي، واليوم تركنا رودي. بعد مقابلتكم أردت أن أشرب كأسي. في الغد سأقابل إليزابيث. في طريقي إلى الحانة وجدت جموعا من الناس حولها. رجل يحتضر مرملادوف. مرملادوف، ما الذي حدث يا إلهي؟ ما الذي حدث؟ الحمد لله أنك ما الذي حدث؟ فقط إذن إنني أموت يا رسكو. أريد فقط أن أراه. اذهب واحضرها. أخذت أكلي وأجري إلى أن وصلت منزله الذي وصفه لي. عندما تركت الباب فتحت لي سونيا. رأيت المرأة التي يجب أن أنحني لها احتراما لتعاستها. كيف لملاك مثلها تبيع مفاتنها مقابل الروبيلات؟ أبي، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ سامحيني، توسلوا إليك أن تسامحيني. حسنا يا أبي، أرجوك توقف عن الكلام، ليحضر أحدكم الطبيب. أنت ستكون بخير يا أبي. سأموت، حتما سأموت. أكلت أحشائي من الخمر. أتذكرين عندما كنت ترقصين في الشريط منذ 10 أعوام؟ كنت جميلة، وكنت أنا موظفا مبجلا في الحكومة. لكنهم أتمموا تصريحي، لم أعد موظفا بل سكير في حانة قذرة. سامحيني، لم أترك لك بعد موتي وشقائي والفقر.
أمضغي على بيع جسدك للعم. توسلوا إليك أن تسامحيني. سامحيني. أنا أسامحك يا أبي. صدقني كل مرة أرى فيها عيناك عن قرب أتيقن من حبك لي. أسامحك لأنك قمت برعايتي بعد وفاة أمي، ولأنك ما زلت تراني صليا يا أبي، تلك الطفلة التي كانت ترقص بالشريط وليس بائعة الهوى. أسامحك لأنك أبي. راسكو، أنا هنا. كنا نجاها في هذا العالم، لم أترك لها روبلاً واحداً. أبي أبي أبي، كن ملجأ، كن ملجأ في هذا العالم. يا رب أبي أبي، لا لا يا أبي، لا يا أبي، لا 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 أبي أبي أبي. الذي تركه لي من بلده فتاة أعتني بها، كيف وأنا غير قادر على الاعتناء بنفسي؟ رأيت وقتها نهايتي. نعم، أنا مثل من بلده، بعد أعوام سأكون وحيدا وأموت سكيرا في الطرقات أو في إحدى الحانات، ويكون نصير أختي نصير سونيا. أنا أتحدث عنك بندم صادق. هو أيضا حدثني عنك كثيرا، كان يرى أنك رجل طيب تهتم بعائلتك، كان يقول أنكما بمثابة أب وابن وليس مجرد صديق. أب وابن؟ أبي لم يكن يريد أن يشرب الخمر، لقد حاول أن يقلع. كل يوم كنت أراه جالساً على كرسيه يحاول أن يتماسك، ولكن بعد وقت كان لا يستطيع. لم يكن يريد أن تكون تلك هي نهايته. أبي كان رجلاً عظيماً، موظفاً مبجلاً، وليس ذلك السكير الذي تراه. أتذكر وأنا طفلة عندما أخذني معه إلى عمله، رأيت كيف يحترمه الناس وكيف يعاملونه بلطف وتبجيل. الجميع أتوا لتحيتي لأنني ابنة الأستاذ المبجل مرميلادوف، ولكن بعد أن أتمموا تسريحه بسبب كبر سني حتى نسوه كأنه لم يكن. لا حق، رجل عظيم استطاع أن يربي فتاة قوية مثلك. أرجوك خذي هذه الأموال. أنا لن أخذ شيء. ألا تريد أن أقيمي جنازة مهيبة للأستاذ مبجل مرملة دوب؟ أرجوك. شكرا لك، سأنتظرك غدا في الجنازة. سأتي حتما، سأتي. أعتذر يا سيدي، ولكن مات أحد الأصدقاء بالأمس. هل أنت بخير؟ نعم. هل تأكل كعك؟ قلت أنك تريد أن تستجوبني بشكل رسمي. ولم لا عجل تناول الكعك أولا؟ هل ستستجوبني أم يمكنني أن أرحل؟ إذا كان لديك أشياء مهمة تريد القيام بها فلا أريد أن أعطلك. ما الذي تريد أن تعرفه بالضبط؟ إنه شرف عظيم لي أن أقابل كاتباً مميزاً منك. انظر إلى هذا المقال. الجريمة بشكل عام كتبتها لجريدة الفجر الجديدة، أليس كذلك؟ أجل، كان ذلك منذ 6 أشهر، ولكن كيف عرفت أنه أنا؟ إنه موقع بالأحرف الأولى فقط وليس الاسم. لا تقلل من تحرياتي يا راس، فقد قلت تحرر سيكولوجية المجرمين قبل وبعد ارتكاب الجريمة، وقلت أن ارتكاب جريمة ما دائماً ما يكون مصلوباً بمرض ما. رجل تسريحاً في حياة
بشر عاديون يبقعون لكل القوانين، وبشر استثنائيون يمكنهم ارتكاب اي جريمه في الاجتماع. لا يا سيدي انا لم اقصد ذلك. وتحدثت ايضا عن نابليون وجاليليو وكيف انهم يعد مثال حقيقي للشخص الاستثنائي، وانهم بطبيعتهم مدمرون يضربون يمينا ويسارا، وكل ما يبقاهم مثل الكرامات يستحق البقاء، وكل ما يتطاير هو اشلاء كفايه لا تستحق ابدا الاستمرار. لا يا سيدي انا لم اقل ذلك. نابليون وجاليليو الشخص الاستثنائي فقط يرى العالم باعين جديده، يتحدث بنيابه عن الجموع متكتله، يعاني، يبحث، يفكر، يفعل كل شيء من اجل زياده الرفاهيه بين الناس. وهل كان نابليون يسحب تحت سرير مرابية العجوز ويسرق ممتلكاتها؟ ما دخل ذلك؟ إذا أنت صنفت نفسك أنك ذلك الشخص الاستثنائي. أنا لا أفهم. وبالتأكيد أنت تقول أنك لأجل مصلحة البشرية قد تقتل أو تسرق. أخشى أنك انتهكت التقاليد الاجتماعية يا سيد بورفيري. أنت تخطيت حدودك. قرأت كتابا عن الاستجواب البوليسي التي تأخذ أنت منه كل حالة كرخيصة تلك. تبدأ بموضوع بعيد كل البعد عن النقطة الأساسية، ثم فجأة تضربني بسؤال على رأسي. وقد أصاب بسكتة قلبية وأنا بأخذ الدواء اليوم. كيف قرأت أفكاري يا فتى؟ أنا لا أفهمك، لما كل هذه الحيل؟ الغريب في الأمر ليس من الكتابة تلك الجريمة، ولكن لماذا؟ ألا توافق الرأي؟ أنت الآن تأخذ الجانب السيكولوجي من الجريمة. أنا أظن أن السيكولوجيا وراء. لماذا أنا هنا؟ أي كلمة يريدها دون أن يرفع الخبر الرادع؟ أنت حتى لا تسمعني؟ أنظر، لقد أصبح الأمر كليا. إنك تتهمني أنا بقتل مرابية العجوز، فكان لديك الحق في ذلك، إذا تفضل قم باستجوابي ليكون ذلك بشكل رسمي وراء. ماذا حدث للقوانين الجديدة؟ قم باستجوابي أو اتركني أرحل. لا أحد يسخر مني أبداً هكذا. أخو ماذا حدث لكل هذا؟ بقتل مرابية العجوز. ومن قال لك هذا؟ أنت طالب من عائلة محترمة، لا تستخدم الفلسفة سلاحاً للجريمة، بل بس سلاح رجل ريفي. أو ربما أنت على حق، ربما أن القاتل هو طالب يؤمن بنبضة فلاحين، ويؤمن أنهم يجب أن يحملوا فؤوسهم لينتقموا من قمعهم، وكذا فقط يريهم الطريقة لفعل ذلك. أنني سأكون نفسي. يا راسكو، ظننت أنت من هذا. أنت طالب في كلية الحقوق. الظن كله سيكون في طالب كلية التجارة أو الزراعة. ألا تظن ذلك؟ سيدي، أحضر لسفيكة. ربما تتحدث معي وتساعدك في قضيتك. هي فكرتك. هي خلف الباب بالفعل. افتح لتدخل. أنا؟ نعم أنا. حسنا. قدامي يا فتاة. تقضي عليها وحتى يومنا هذا لم يتحرك لها ساكنه.
ما أن رأتك حتى أصبحت هكذا. فقط لأنك سيدي إلهي المتعب، هل يمكنني أن أرحل؟ فكر معي قليلا، الذي أجعل تلك الفتاة لتصرف عليك هكذا؟ هل لأنها خائفة منك؟ أم لأنها تعلم شيئا لا نعلم؟ هل أنك قادر اليوم؟ أنا لن أسمح لك من تظن نفسك أيها القاتل لكي تتلاعب بأفكاري؟ تظن نفسك عظيما بالحق؟ تظن نفسك نابليون؟ حتى نابليون لم يكن يعطي لنفسه الأحقية في قتل تلك العبد. أنا لم أفعل ذلك، أقسم لك أنني لا أقدر. أعرف وإلا ألقيت بك في السجن لمدة لا يعلمها سوى الله. وستتمنى حينها أن يأتي لك ملك الموت لتعترف له بجريمتك. أنا لا أعرف ما الذي دفع لزفيتا للعقل. وأنا لا أصدق من هم أمثاله. هؤلاء المتحضرسون الحمقى. أنا لا يوجد دليلا واحدا ضدي. هي تعترف ستسكر بجوارحها. لا يوجد. ترى الشمس مرة. لا يوجد دليلا ضدي، انا بريء. لزفيتا من راها شهود ممسكة بالفأس بجوارها اليمنى غارقة في الدنيا. لأنك لزفيتا شركاء. نعم شركاء. تتخلص هي من حكمها وتنقض انت مصدقها. عندما كشف امرها خرقت قصة الأمة التي انقذت في السرير ليومين حتى تبقى بعيدا عن كل تلك الشكوك، ها؟ اعترف! أنا لم أفعل ذلك، أقسم لك أنني أصبت بالحمى وأنا لا أصدق تلك الأكاذيب! إذا استدعيت مثلي صديقي، هو من رآني في أيام الحمى أرجوك ولكن اتركني أنا أرحل. أنا لم أقتل اليمنى، أقسم لك لم أقتلها. اتركني أرحل. ارحل. ارحل يا راسك. أرجو أن يكون لك ملجأ تلجأ إليه وتذكر أنا رجل قانوني في بيترسبيرغ. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ قل لزفيتا أنني قاتل؟ كيف؟ كيف أكون أنا القاتل؟ كيف؟ قتلت إليونا؟ سينفجر عقلي، لماذا تركني أذهب؟ سيجن جنوني، أنا قتلت إليونا كيف؟ أنا لا أصدق أنني فعلتها، ربما أصيبت لزفيتا بالصدمة والأفكار في عقلها بدأت في الثورة والغليان فتهيأ لها أنني من قتلت العجوز. وهل المحقق سيأتي للقبض علي؟ ويتم إعدامي غدا أو بعد غد بدون رحمة أو مغفرة، وأترك خلفي أمي وأختي لذلك العالم المحيط. وسونيا، ذلك الحمل الثقيل على عاتقي، كيف؟ لا 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 لا، لن تخونك نفسك يا راسكولينيكوف، لن تخونك عيناك أبدا، هذه أوهام. لابد أن أتأكد من أنني قتلتها من الأساس. إنك رجل عقلاني لا تذهب خلف الأوهام. يقول المحقق أنه يوجد مسروقات مفقودة. كنت أنت القاتل، فإن المؤكد ستجدها في غرفتك. هيا هيا هيا، اذهب وابحث عنها في كل مكان. أنت لن تجدها، لن تجدها أبدا. أنت لن تجدها، أنت لن تجدها. أنت لست قاتلا، أنت لست قاتلا. لن تجدها، لن تجدها. راسكو، هل أنت بالداخل؟ يا رجل، لقد جلبت لك عشاء فخما بعد هذا اليوم الصاخب. راسكو، ماذا هناك؟ راسكو، يا إلهي، إنك تغرق في العرق، ما هذا في يدك؟ تحدث يا رجل، لا تغلقني. أنني مذنب،
ارتكبت جرما كبيرا. انا لا افهم ماذا حدث. انا مذنب. اخبرني، هل سرقت احد؟ لا استطيع ان اخبرك. قم لانقاذ يا ديمتري ارجوك. اهدى يا راسكو، فانك انسان طيب، انا واثق في هذا. لا انا لست كذلك. أقصى من الحقيقة. أقسم أنها كانت مجرد فكرة حمقاء، لكن لا مفر لأنا من الحقيقة. لقد فعلتها، قتلت السيدة إليونا. أخبرني بذلك قبل أن أقسم أنني لم أكن أعلم أنه سيفعلها. أراد تبرئة ليزافيتا وأراد أن يودعكم، ولكنه كان خائفا، كانت خطيئته تعذبه، وكأي مذنب احتاج الاعتراف بخطيئته لأحد ما جاء إلي. لم أكن أعلم حينها لماذا اختارني. ربما وجد أننا نشبه بعضنا البعض، كلانا مذنب منبوذ ومثير للإشمئزاز حتى من نفسه، ولكنه لم يكن يراني كذلك. أنا أعلم جيدا كيف ينظر الرجل إلى عاهرة، ولكنه لم يفعل. أظن أنك تأخرت سيد راسكولينيكوف، انتهت الجنازة منذ 5 ساعات. سألت عنك في المنزل، قالوا لي أنك هنا. قمت جنازة مهيبة لأبي، ولكن لم يأتي أحد، حتى أنت لم تأت. أنا جئت كي ما الذي حدث؟ هذه ساعة أبي، مات وأنا في 14 من عمري. كان أبي يعمل في أحد المصانع، يذهب في الصباح ويعود متأخرا في الليل. يوم، ربما بسبب التعب أو قلة النوم، نسى أن يغلق مفتاح الأمان، علق طرف معطفه في أحد التروس، و إننا حتى لم نجد ما ندفنه، فدفننا تابوتا فارغا، لم يتبقى منه شيء سوى تلك الساعة. أذهب إليه لأنه كان دائما يحكي لي عن قصة قيام العازر من بين الأموات، وكيف أن الأرواح المؤمنة لا تموت أبدا. كنت ساذجا، أذهب كل يوم قبري
انتظر. لكنه لم يعد ابدا. ادركت في هذا الوقت ان الرب غير موجود. ان كان موجودا لا يسمعني لا يراني، وكان هناك غشاء ثقيل يمنع صوتي من الوصول اليه. ولكن ماذا سنكون من دون الرب؟ وماذا تكونين الان وانت معه؟ ماذا فعل لك الرب؟ يعطيني كل شيء احتاجه. كل شيء تحتاجيه. خلق لك ظروفا تكوني فيها عاره، اموال قليله وبيئه نتنه وابوك بمرضه. لا، انت فقط تنظر للامر بشكل عقلاني، حسابات ونظريات. وفي حقيقة الأمر مع الرب يكفي فقط إيمانك به. أنا أعرف الرب، هو موجود في كل شيء حولي، وأعلم أنك تراني عاهرة، عاهرة تتحدث باسم الرب، أليس كذلك؟ أنا لا أراك أبدا هكذا، أخبرني أبوك بكل شيء. وهل أخبرك أبي عما يدور في رأسي وأنا أتوهر مقابل المال؟ أنت لن تفهم أبداً ما أشعر أنا به عندما تتحسس أيديهم جسدي مقابل روبل ونصف. لن تفهم معنى أن يكون جسدك متاحاً معروضاً للإيجار من كل الزوار مقابل تذكرة مخزة، تذكرة مخزة ثمنها روبل ونصف. وعندما يأتي الليل أخبر جسدي بالماء وأنا أبكي، وطفل يبكي في معموديته يتطهر، أمسك إنجيلا وأصلي وكأنها صلاتي الأخيرة. في اليوم التالي أعود حتى أبدأ رحلة جديدة ثمنها روبل ونصف. ليتني تعرفت عليك قبل كل ذلك، ليتني عرفتك من قبل. أنا تحدث كما لو كان لا أحد غيرك. كان هناك مرابية عجوز تقرض الأموال في آيات كبيرة، وفي وصيتها تركت كل أموالها لكنيسة ما حتى يصلوا من أجل راحة روحها. وفي الناحية الأخرى يوجد أمي وأختي، عائلة ستنقذ من التعهر والفقر، حيوات ستوضع على الطريق الصحيح. تخيلي هذا كله، ثم تخيلي أنه عليك أنت من يختار، من يحيا، هذا أو ذاك، أمي وأختي أم تلك المرابية؟ فماذا اخترت؟ أنا من قتلت المرابية العجوز، أنا من قتلتها. أقسم لك أنها كانت مجرد فكرة حمقاء حمقاء. ماذا فعلت بنفسك؟ العقاب لنا سيكون من نصيب. لزفيتا كانت تفعل كل شيء من أجلي، والآن تعاقب من أجل خطيئتي أنا. لا لن أعدك، خذي هذه، إنه من نصيب أمي وأختي وأنت. هذه حياة جديدة، حياة بعيدة عن تلك المدينة النجسة، أرجوك. أنا لن أخذ شيء، إنه ليس من حقي. علي ذلك من أجل مرملادور، من أجل أمي وأختي، أرجوك. وأنت؟ أنا سأهرب بعيدا، نعم، فأنا جبان، سأجعل من جبني هذا جحرا أختبئ به مع ذلك الذنب الذي لن يفارقني أبدا. خذي هذا الخطاب، إنه هو من أجل أمي وأختي، ومن أجل تبرئة لزفيتا، ليعرف المحقق من قتل السيدة ليونا. صرخ أشياء بينها، ساعة فضية ذات حزام جلدي.
لكن لذا هذا الخطاب من أجل تبرئة لزفيتا يا سيدي. كيف أقدم على قرار كهذا؟ اذهب إلى مفترق الطرق، اسجد على الأرض وقبلها هي التي قد دنستها، اتجه إلى جهات العالم الأربع وارفع صوتك عاليا وقل أنا قاتل. لا أستطيع، لا أستطيع. الشيء الذي يجب أن تفعله هو أن تتقبل عقابك، ستكفر عن خطيئتك وتفدي نفسك، قيام لعازر من بين الأموات كما قلت. لا أستطيع، قتلت نفسي يوم أن قتلت العجوز. خذ هذا الصليب. تخيلي أنني معي واحدا أعطته لي لزفيتا، والآن هي تعاقب من أجل خطيئتي أنا. هل تحمل إذن صليبا؟ صدقني الله يرانا، لا يوجد أي شيء يمنعه من أن يرانا، حتى خطيئتك تلك. أنا لا أستطيع. لن تمنعه أبدا. هيا ردد معي. لا لا لا. وأعلم أنه إن ارتاح قلبك فأنت ظللت طوال حياتك لا تعرفه. هيا رحمني يا الله كعظيم رحمتك. رحمني يا الله كعظيم رحمتك. ومثل كثرة رأفتك. مثل كثرة رأفتك. امحو إثمي. امحو إثمي. اغسلني كثيرا من إثمي. اغسلني كثيرا من إثمي. ومن خطيئتي طهرني، لأني أنا عارف بإثمي خطيئتي أمامي في كل حين، لأني ها أنا ذا بالإثم قد حبل بي، وبالخطايا ولدتني أمي. يجب أن ترى مدى الظلام واليأس الذي وصل إليه فعلونا. كنت أظن أنني أفضل من الآخرين، كنت أظن أنني رجل عظيم، ولكنني كنت مخطئا. سامحني، فأنا لم أرد سوى حياة عادية، فقط حياة عادية لأمي وأختي. سامحني، فأنا لن أعيش مع ذلك الذنب الذي لن يفارقني أبدا، لن أعيش في سيبيريا سجن لمدى الحياة. لذا سامحني، لأني ها أنا ذا بالإثم قد حبل بي، وبالخطايا ولدتني أمي. قدمت لكم كلية طب الأسنان جامعة القاهرة العرض المسرحي الجريمة والعقاب. مساء الخير. مبروك يا أساتذة، اقعدوا ارتاحوا لو حابين، لو عايزين نقعدوا اقعدوا، يعني مفيش مشكلة. لا دكاترة أسنان يعني اولا شكرا محمود على الاعداد، اعداد جميل، الفكره بتاعه التوبيت فكره حلوه. زياد انت اول مره تخرج؟ تاني مره اخرجت ايه قبل كده؟ ده عرض عندنا في الكليه من سنتين كان اسمه الاشباح، ادواردو دي فيليب. اشباح ايه؟ ادواردو دي فيليب. اوكي اوكي. وما اخرجتش بعدها تاني ليه؟ لا دي تاني مره الصراحه. ليه؟
كنت حابب امثل بقى. وكنت بتخلع سنين طبعا وحاجات كده. العرض جميل الحقيقه، وفكره حلوه قوي بتاعه التوابيت، بس هو ده مش شكل التابوت. يعني لو كان شكل التابوت بدون الصليب كان هيبقى موحي اكتر، دي ابواب، لكن شكل التابوت بيبقى ليه شكل معين كويس، فكان ممكن يبقى ده كويس. بس انا مين عامل الديكور؟ يعني ليه صلبان ورا وراها زرع وفي صلبان على التوابيت؟ هو زي ما حضرتك قلت طبعا في الاول، هو مش شكل التابوت التبكال، يعني احنا كان عندنا مشكله كده في شكل التابوت التبكال، واحنا بنحاول ننفذ الفكره، وهي التقسيمه بتاعته هتخليه استخدامه ان هو بينام وبيقف وبيتحرك اصعب شويه، عشان الدايمنشنز هتبقى مختلفه. فحاولنا نوصل لفكره اقرب، حاولنا نوصل للنعش الحديث، بس طبعا يعني تكلفه ان هو يطلع بالتكتشر والشكل اللي يخليه باين قوي كانتش متاحه قوي، فوصلنا للشكل ده يعني في النهايه. فكنا بنحاول يعني صلبان علشان نغذي بس الموضوع من فكره الجنازه والموت والبعث وفكره قيامه العذر، يعني الحاجات اللي ديستوفيسكي نفسها كان بيحاول يستوعبها من الروايه. بس كشكل يعني بيديني اكتر الفكره، وبفهم منه انها شواهد او بستخدمها بعد كده كتوابيت. لا انا الحقيقه فهمت حاجه تانية خالص. فهمت ان الجزء اللي ورا اللي بره الاحداث دي مشرق وفي زرع ومنور وحاجات كده. ماشي، ما انا قلت لحضرتك يعني الموضوع ليه. ماشي ماشي. زياد محمد، انت برضو انت اللي عامل الاضاءه؟ يعني تعلمت شويه من محمود. يعني انا يعني كان بقالي سنه شغال مع كاجو، هو كان بيخرج لنا الترم زي ده اللي فات في الكليه. من ساعتها يعني ابتديت احاول اتعلم عن الاضاءه شويه منه، فاشتغلت معاه كمساعد في كذا عرض، واشتغلت عرض في المهرجان بتاعنا، انا اللي كنت عامل العرض برضو، وفي مهرجان عين شمس كنت بعمل عرض، يعني كانت اول تجربه ليا كده. انت بتغلط نفس الغلطات بتاعت كاجو. يعني هعمل ايه؟ طيب هجيبه من بره يعني. يعني بما يدعو الى الشك بان هو كاجو اللي عاملها، بس انت كنت بتنفذ. يعني اكيد مش هسحله سحله زي دي وهو بيمثل يعني يوم العرض. لا مع ممكن يصممها وانت تنفذها، مش مشكله يعني. لا لا هو اكيد طبعا. أيوة اكيد بالزبط. انا ما اخترعتش يعني، انا بتعلم منه يعني، احنا بنتفق. طيب يا اساتذه، يعني برغم ان انا مش بحب دكاتره السنان، دي مساله شخصيه يعني، مش عند حضرتك، بس انا حبيتكم يعني، بس ما تقربوش مني. مجهود هايل، اختيار موفق، تمثيل جميل ومنضبط، في مشكله في اللغه العربيه، حدث ولا حرك، سنانها كلها واقعه، حتى مش عارفين تركبوا لها طقم. فبس يعني مجمل يعني الف مبروك. شكرا. مبروك. كسرة الصلبان رغم ان القضية انسانية، تصورت انها هتاخدني في منحة تاني، وده غير حقيقي يعني، حتى يعني كان ممكن رمز، لكن الكسرة دي وحتى الادعية اللي اتقالت في الاخر، هو دعاء واحد لكل الاديان، فراح مديني ملمح بعيد، وبيتهيألي قلتها يخلي القضية في مكانها انها عامة اكتر، الا لو كان قصدك زي ما انت قلت حكايه التابوت وتدي له ملمح يعني وصلتني اجابتك، بس ايه ما وصلنيش الفكره يعني. مع بدايه العرض اتخضيت الحقيقه، لقيت مع بدا باستراخ ضاع منه الكلمات، لان واحد لما بيصرخ وبيتكلم بيروح الكلمات، ودي محتاجة تدريب ازاي تزعق على المسرح ويوصل كل كلمة. توهمني ان صوتك عالي، ما تصرخش بجد، واخد بالك؟ محتاجة ايه حرفية لازم تتمرنوا عليها، ازاي تعلي احساسك، تديني احساس انك بتزعق. فتخيلت ان انا ايه قدام عرض هتعب فيه جدا ومش هفهمه، ولكن سرعان ما استقر
الحكاية ولقيت أداء متميز جدا لكم كلكم كممثلين وكل حرف واصل وكل كلمة واصلة وكل أحاسيسكم واصلة بعيدة عن المناطق اللي فيها صراخ. ولأن الحلو ما يكملش في بعض الحاجات اللي كانت بتضرب في الودن كده اللي هي بعض الأخطاء اللغوية، ودي مسألة يا جماعة مهمة جدا، زي ما أنا بتمرن على الأداء وبتمرن على الميسانسين وبتمرن وبحفظ النص كله لازم أحفظه، بدام بقول لغة عربية لازم أقولها سليمة. لكن بشكل عام استمتعنا بالعرض جدا، استمتعنا بأدائكم كممثلين وبحسكم الراقي وبإخلاصكم وبتكاتفكم كلكم كمجموعة عشان تقدموا لنا عرض متميز بهذا الشكل، وألف مبروك. مساء الخير. أولا مبروك. أنا كنت قدام عرض منضبط مشرف، كنت حاطة إيدي على القلب وقلت دول دكاترة بقى ومش هعرفوا يتكلموا، لكن الحقيقة أنا دايما بأدهش من الكليات العملية، فعلا بيبقوا قد كده منضبطين إذا كان علوم أو طب أو هندسة، لو كان الريادة فيها والقيادة فيها للمخرج وهو فعلا متخصص كده بيبقوا كلهم على نغمة واحدة، منضبطين فاهمين اللي بيقولوه. بس أنا بقول إنه زي ما أنتم مهتمين قوي بالأسنان اهتموا أيضا بكل حرف من حروف اللغة العربية، لأن هي فعلا فيها رشاقة وفيها موسيقى وفيها علم، ودي مسؤوليتنا احنا، مسؤولية الفنان القدوة والفنان الممثل ان هو يعني يكون حافظ لغته ومحترمها، محترمها زي السنان اللي انتم محترمينها ومذاكرينها كده، لازم يبقى كده. انا عملت الربط ده الحقيقة علشان يبقى في اذهانكم، ما تنسوش ابدا، مش انتم بس الحقيقة، انما احنا دايما بنستسهل التسكين، مع ان في حاجات بسيطة جدا على حروف الجر كلها بتبقى معروفة، ويعني لو في قاعدتين القسم بعد القسم تكسر ان، يعني اقسم انني او اقسم الى اخره، يعني ثلاث اربع قواعد من اللغة اذا قلتها وسكنت الباقي يبقى برضو شيء محترم وإجادة. انا طبعا بقول الكلام ده في كل مرة وما بزهقش منه، لانه مصرة ان انا اسمع لغتي رشيقة زي رشاقتكم وانتوا واقفين على المسرح، قد كده في رشاقة وفي احترام للكلمة اللي بتتقال، اختيار موفق جدا، تناولك كان على مستوى الفكرة والعرض، ومش هكرر طبعا اللي اتقال لكم قبل كده، بس انا سعيدة جدا جدا بانكم قد كده منضبطين وقد كده قدمتوا شيء محترم وبشكركم عليه. الف مبروك. انا بشكركم اولا، عرض جيد جدا انا استمتعت بيه. هسألكم بس سؤال، حسيني وزياد، ايه الاختلاف اللي بين اللي كاتبه دوستويفسكي وبين اللي انتوا عاملينه؟ لا مش اختلاف واحد يعني، في تفاصيل. ايوه ما انا عايزك تقول لي اهو، انا عارف في حاجتين ثلاثه انا عايز اعرفهم، قول لي. لا الاختلاف يعني، ابدا انت الاول عشان انا عايز اعرف الاختلاف في الاساسيات في العظم. في العظم ان احنا اولا التناول كحكايه مختلف. تمام. السلسله اللي كاتب بيها احنا بس العظم هنا يعني الفكر الاول. ما انا هقول لحضرتك كمان الفكره ان هو ما كانش بيحمل نفس المعاني ونفس الافكار والانفصام اللي خلاه يحوله للشخص عارف انه قتل بس عايش بالذنب. هو الفرق بينهم وبينه انه من كتر ما شرب او شرب يعني راح تعرض يعني ان هو عمل حاجه وهو. طب قول يا زياد انت، لا هو دوستويفسكي كان بيتناول الموضوع ازاي؟ هو كان بتناوله الحاجات يعني الحياتيه واللي كان موقف دوستويفسكي من الدين ايه؟ موقف دوستويفسكي من الدين ان هو دايما يعني ملحد في كل افكاره معظم افكاره. طيب انت قلت انت هنا
المخرج كاتب كلمة بيقول الرجل ذو الضمير يعاني وهو يقر بخطيئته وهذا هو عقابه. اللي انت قدمته على المسرح مختلف مع ده، فاهمني؟ هو ده الخلاف الرئيسي بينك بين النص بتاع دوستويفسكي. هو مش ملحد ولا حاجة، مش أساسي. أفكار، أنا قصدي مش هو بيطرح أفكار وبيناقشها، وبيطرح مجموعة من الأفكار وبيناقشها من وجهات نظر مختلفة. أنت من بداية العرض وأنت مأكد المسألة بالصلبان أن الدين مسيطر حتى على التوابيت، مسيطر زي ما قال لك أستاذ عصام، أستاذ سامح، لو أنت كنت سايب الخلفية والمسرح فاضي حتى كنت هتدينا عمق للمجهول لا نهائي. إنما الزركشة اللي فوق دي والصلبان اللي نازلة متدلية دي بتدي جماليات كأننا يعني قاعدين في الجنينة، ماشي؟ الصلبان اللي ورا مع الزرع شوية تدي إحساس إنك أنت في مقابر، وإحساس تاني تدي إن سيطرة عنصر الدين خصوصا والحياة. الصلبان اللي أنت حطتها على التوابيت والاستخدامك للتوابيت هايل، إن فترة تبقى باب فترة تبقى دولاب فترة، يعني ده كان استخدام هايل جدا، عمل سونوغرافيا وشكلت بيه كويس جدا. لو انت كنت شلت لغيت كل الخلفية اللي ورا والحاجات اللي فوق دي كان هيبقى في صالح عرضك بشكل كبير جدا. ثانيا، انت تعاملت مع الموضوع برومانسية. انا شفت عرض رومانسي لدوستويفسكي، انا بقى احييك عليه سواء اذا كنت تقصد او ما تقصدش. على فكرة ليه؟ دوستويفسكي هو بيطرح دايما افكار ويناقش الافكار وبيسيب المسألة. هو احنا انت بس يعني لو حضرتك بس مش هقطع كلامك، قول قرب المايك. الفكرة ان احنا حاولنا يعني دوستويفسكي في الرواية الاصلية كان راسكولنيكوف فعلا او الرواية بشكل عام الموضوع في سايكو دراما كتير، في سايكوباثي بتاعت المجرم بشكل اكبر من الرومانسية او الانسانيات اللي موجودة في الموضوع، او انه الدوافع الحقيقيه بتاعت راسكولنيكوف هناك ايه. فاحنا يعني واحنا بنحاول ده برضو للعلاج من الاختلافات ان احنا فعلا حولنا الحدوته لشكل رومانسي اكتر، او راسكولنيكوف لشخص دوافعه الحقيقيه كانت انسانيه اكتر منها. هو الانسانيه، هو الراجل منحاز الانساني. الدعاء الاخير موجود في النص بتاع دوستويفسكي؟ لا ده منك انت. لا مش كاتبينه، ده مزمور موجود في المزامير. يعني انت ضفت ده موقف اخراجي وموقف مخرج انا بحترمه. سونيا، يعني انا عجبني شغلك جدا، بس هقولك على حاجه واحده بس. الشخصيه اللي عندها خبره قاسيه ما بتبقاش البكاء سهل بالنسبه لها او كتير بالشكل ده، فهماني؟ بالعكس، التجربه الانسانيه اللي هي طحنتها بتوصلها في مرحله ان هي توصل لمرحله التبلد او تبلد المشاعر، وان الدمعه دي تبقى عزيزه عنها، تبقى تحس ان هي تحولت الى وجه صخري والى، فهماني؟ انت زودتي دوز بس بكاء، لكن انا الشخصيه اللي انت عاملاها هايله جدا. شخصيه بتاعت الحسيني اللي هو راسكولنيكوف، انا بشكرك جدا عليها وبشكركم على التجربه الرائعه، واحسنتوا، بالتوفيق دايما ان شاء الله. أحلام معايا تسمع حكاية، اسمع غناء وارقص كمان، تعزف كمان، اعزف عشانك، اضحك عشان يضحك زمانك. انا لو مكانك هحلم كمان، احلم لحد الحلم بعيد بحبك. Now I'm just a kid.